ما هو الفرق بين جهاز الغسل الدموي الثابت وجهاز الغسل الدموي المحمول؟ سؤال دائما يسأل هذه الأيام من المرضى والأطباء وكثير من الناس. الحقيقة هما جهازين معتبرين يقوموا بخدمة كبيرة للمرضى ويقوموا بعمل الغسل الدموي بشكل مضبوط، لكن يجب أن يستخدم كل واحد منهم الاستخدام الصحيح. الجهاز الثابت ممكن أن بسبب وجود طبعاً محطة لتصفية المي، فإحنا عندنا المي هذا سواء المحاليل اللي نستخدمها في الغسل غير محدودة، ومثل ما حكينا قبل الخطوة أو العامل الرئيسي المؤثر على كفاءة الغسل هو كمية المحاليل اللي نستخدمها في الغسل الدموي. كل ما زادت هذه المحاليل كل ما زادت كفاءة الغسل الدموي. الجهاز المحمول راح كمية المحاليل اللي نستخدمها كمية محدودة، لأن هو جهاز مصمم بهالطريقة هاي. كل ساعة راح نقدر نستخدم 10 لتر تقريبا، في حين في الجهاز الثابت ممكن أن نوصل 800 سي سي في الدقيقة، اللي هو ممكن يوصل إلى أكثر من 40 لتر بالساعة. فأربعين لتر مقابل 10 لترات. شلون نعوض عن هذا النقص الكبير بين الجهاز المحمول والجهاز الثابت؟ الحقيقة الجهاز المحمول به فوائد كثيرة أيضا، لكنه يجب أن يزيد كمية عدد المرات اللي نستخدمها نعمل بها الغسل الدموي خلال الأسبوع، يعني مو أقل من 4 إلى 5 مرات يجب أن نعمل غسل بالجهاز المحمول حتى نوصل إلى نتيجة مشابهة للنتيجة اللي نحصلها من الجهاز الثابت، لأنه مثل ما حكينا كمية السوائل المستخدمة لا تقارن بين الجهاز الثابت والجهاز المحمول.